يا شادي. لا يا ست، انا ورايا مشوار مهم كده. طب مش هوريك البرادعي. دي شركة محمود بشير؟ ايوه. هو فين؟ بابا فيش انت وانا جاي اعزي. مين عايش هنا في الشقه دي؟ انا وابي احمد اخويا ومراته. وانا كمان يا طب. بقول لك ايه، تعالي بقى. ايه ودي بقى معناها ايه؟ ايوه ولا لا؟ لا. وخليني اقوم بقى اشطب المواعين في المطبخ اللي اتغديتوا فيها. يا حبيبتي المواعين تستنى، انا ما اقدرش استنى. ايه يا ولد؟ عايز ايه؟ روح العب العجله بتاعتك بعيد. تقول لك في واحد عايزك. وده وقته. ماليش عندك كوبايه ميه؟ دي يا واحد. في ايه يا ولد؟ المحضر جاب اعلان. اعلان؟ اعلان ايه؟ وايد. في ايه؟ دي الغلط. ابدا ولا حاجه، المحضر جاب اعلان من صاحب البيت بتاخنا. مساء الخير. مساء النور. ايه يا احمد اللي حصل؟ ما انا قلت لك يا نبيله. اتفضل. شكرا. عملها عايش الكلب. حق لو قدر يطردنا من البيت بصحيح هتبقى كارثه القرن العشرين. وبعدين هنعمل ايه ونروح فين؟ ما ترد يا احمد، ساكت ليه؟ ما تتخضوش قوي كده. انتوا فاكرين ايه؟ هي الحكايه فوضى؟ البيت متين والبلد فيها قانون. روح انت يا وائل ذكري. يلا. يلا حبيبتي، احنا نروح نريح شويه. نروح انت كمان؟ احنا هنبدا ساكتين لما نلاقي نفسنا في الشارع. يا حبيبتي ما تخافيش، ده الراجل جاي ما يعرفش حاجه. تعالي بس. انت تقوم دلوقتي حالا تهجس وتروح تقابل الراجل اسمه عايز ده في معاك. هتكلم مع حد ايه بس يا حبيبي؟ يمكن بيعمل ده كله عايز يزود علينا الايجار. ما يقدرش يروح في 60 درجة. يقدر يقدر يعمل حاجات كتير، ده راجل بلوى عشان خاطر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. يلزم قطع خدمة سيدنا الأفندي. أيوة، من فضلك ألاقي فين المعلم عايش دلوقتي؟ معلم عايش ده ولا مؤاخذة شطب من بعد العصر. وبعدين محدش هنا يعرف هو فين. سعادتك باين عليك مزنوق قوي. إيه عندك ولا مؤاخذة؟ ضيفنا مستوردة. قصدك يعني؟ يعني ولا مؤاخذة جيت وصلت بالطيارة من بلاد بره ولابد انها تندفن الليله. مظبوط، ده انا حتى لسه مستلمها حالا. خد دول. نقدم العدماش يا سعاده البيه. انت راجل طيب، شوف يا سيدنا البيه المعلم تلاقيه ولا مؤاخذه لئمتهن عند الجماعه الجداد لئمتهن. الدكتور صلاح والدكاتره صحبته بيمسي على كل الموجودين يا قلبي عليهم. سلام يا جدع. تحية حلوة لسوق الخضار ومعلمين سوق الخضار. أحلى تحية لحبيب قلبنا المعلم كوسة. تحية المعلم كوسة. الدكاترة بتحرك التماس على الإكسسوار وكل قطع الخيار. تحية حلوة لنط عطا الله ملك الشكمانات. حلوة. أحلى سلام لنط تابو رئيس الميكانيكية. يظهر الدكاترة واخدين مني موقع. موقع؟ برافو علي. ايه يا اسمر؟ ما تخليك معانا شوية. أحلى تحية للريس عايش. الريس عايش شيخ مشايخ الغفير والبساتين والإمام واللبجية والسيدة رفيزة. عنك أنت يا أبو علي. أنا عايز أسمع سلام شحط محط مفيش أخوه. الرئيس عايش. الرئيس عايش. الرئيس عايش. عايش عبد القوي. عايش. عايش عبد القوي. عايش. بيمس. 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 الدكاترة. 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 اللي بينفعوا
بينفعونا وبيمسي على بتوع الاكسسوار بتوع الخضار الخضار سلام كبير قوي لبتوع الخضار. الرئيس عايش بيمثل على كل الدنيا والاخره سمعني سلام كبير قوي للاخره. الراحه الابديه الترابيه الحانوتيه المغسلتين مستعدين للتوصيل الطلبات للمدافع سلام كبير قوي للمدافع سلام جريد يا سيدي. هتفوقونا رقصني يا جدع. شايف الألمازية يا باشمهندس؟ بقول يا معلم ولا كلمة. خد لك كمان كاس عشان تقروت الطاسة. أنهي طاسة؟ طاسة الخضر. ولا خشبة. خد لك كمان كاس يا باشمهندس. ذمتي انت شارب كمان كاس. خلاص بقى يا باشمهندس، وانا عايز المعلم عايش يعيش قعده في صحه الهندسه والزراعه. ياد يا خشبه نعم ايه ومنقط ب10 بلايز باسم الباشمهندس سهم. انا يا معلم بس يا رجاله انا سلام كبير قوي. اسمع سلام كبير قوي الباشمهندس الباشمهندس احمد بشير. احمد بشير بيني وبينك بيمس عليك يا اخت وكل حبايب على الناس الحلوه والموجودين كلهم دول كلهم بالعشر برايز دول وكل حبايبنا الحلوه اللي منوره. خد يا خفيف خد نصهم ودي اختك نصهم كله يدلع نفسه كله يدلع نفسه.
الله العظيم ليلة جميلة. الله باشمهندس يا باشمهندس الحق يا معلمي بنام مين اللي عايشينه ده؟ والله انت يالا وما يسموك خشبة ليه؟ طب مين اللي هيحاسب على حق خرجته؟ يا مساء الأنس وصلاة. بقولك ايه؟ انت حبيبتي تعرفي ترقصي؟ أرقص؟ ولا أقولك؟ أنا حبيبتي أرقص وأنت تغني، يلا. أرقص وأغني إيه؟ قابلت عايش ولا لأ؟ ده أنا قابلته وقابلني. الجرع اللي بيبان ده اسمه ايه ده؟ ده شارد عليك. ده شارد؟ وطربة حبايبك وحبايبي ومراكزين بس عشان اقرب الحصان. اقرب الطرسة؟ طرسة الخضرا. البنت دي تهدي وسطها كده ينقطوها بعشر برايس عشان تهدي وسطها كده كمان تلعب عشر برايس. احسب انت بقى كام هزه كده وكده كام مريزه كده. هو ده اللي قدرت عليه؟ انت مش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها؟ ابعتك تتكلم مع راجل ترجع لي سكرانه وتقول لي طاسه ورقاصه. الله 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 الله. ايه يا حبيبتي انت هتقلي بيها غام ولا ايه؟ خلاص طمني يا حبيبتي، انا والرئيس عايش بقينا اخر حبايب، وبكره هنبقى اخر كمان. عليك يا مفتري. البيت سليمة تهدوا ليه؟ ما تسمعوني بقى، تربط لأمكم في صباحية مفترجة، ولا هو زعيق وخلاص. معذورين يا معلم، هنروح فين بس كلنا؟ أنا هريحكم آخر راحة. لا كل الله راحتك دي يا معلم. بس خليكوا مكان، البيت ده عامل زي الكلو في نافوخي، قاعد فيه 100 باكو، ما بيجيبش همه، عامل زي الدفنة اللي خارجة من القصر العيني. وإحنا ذنبنا إيه بس يا معلم؟ ما انت كنت عارف كده قبل ما تشتريه. غلطة وغلطتها يا باشمهندس، وجه الأوان عشان أصلحها. يعني إيه؟ جالي زبون عايز يدفع لي في الأرض أرنب ونص، رزق وربنا بعتهولي، أقول لأ؟ ده أنت حتى تبقى جاحد. دي إحنا كنا نهده على دماغك وندفنك فيه. تهد لكن تدفن لأ، أنا بس اللي أدفن، وعلى العموم أنا مش هطلع نجلي معاكم. حد لكل واحد فيكو 10 بواكي. حنين، طول عمرك دغري وذمتك ضيقه يا معلم. يعملوا ايه ال10 بواكي؟ النهارده اي مطرح في وسط البلد يلزموا 50,000. خلاص انتوا حرين، ارفعوا قضيه. هنرفع يا عايش. كمل. بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بشأن القضية رقم 504 وإثبات حالة المنزل رقم 33 بشارع نجيب ريحاني، وبعد الاطلاع على الطعن المقدم من المدعي عليه في الحكم الصادر في 30/3/85 في القضية 830 التي أقامها المدعيين بالحق المدني سكان المنزل على المدعي عليه عايش عبد الأوي عايش،
حكمت المحكمة بأن يبقى الحال على ما هو عليه. يا حي يا معلم يا العصر وحمى الظلم. يا حي العصر وحشيط الظلم. يا حي العصر وحشيط الظلم. يا حي العصر. سكوت أنت وهو، تفكرين نفسكم فين؟ وإزالة الطابق الأخير من المنزل موضوع الدعوة. قال إيه؟ قال إيه القاضي؟ أنا دور اللي هيتزال. يعني هيكون أنهي دور نبيلة؟ الأولاني؟ هو فيه في الأخير غيرنا؟ معقول الحكم ده؟ لا بقى ده ظلم. يعني الدور الرابع بس هو اللي هيهد البيت؟ أنتوا صدقتوا؟ دي عمارة مدينة. متأسسة كويس أوي من زمان. طب أنا عارف كنت العجل ده هيقع. بس يا شادي. وبعدين يا هنعمل إيه وهنروح فين؟ ماما أنا جاي. حاضر. ما بقاش قدامنا إلا 15 يوم. وبعدين لازم نسيب البيت. سلم علي قوي. معلش. اتفضل يا بيت. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا بيت. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا بيت. اتفضل يا سيدي. ودي مطلوب فيها كام؟ 1000 جنيه خليب و50 جنيه كل شهر. احنا مش بنسال على السطوح كله، احنا بنسال عن الاوضه دي بس. احنا بنتكلم على الاوضه دي بس يا ست هاني. طب ناخد راي اللي في البيت الاول ونرد عليك. طيب يا اخويا. سلام. سلام يا اخويا. 5 جنيه. البدروم هنا بكام؟ في واحد فاكر عاوز يعمله مخزن ب 150 جنيه في الشهر. يلا متشكرين. يلا يلا. سلام عليكم. ايه يا ست هاني بقول لك ايه؟ سلام عليكم. استاذ بقول لكم ايه؟ أنا مستعد إنك تديكوا 20 جنيه في الشهر. عارف لما اديت ال 150 برضه متشكرين. سلام عليكم. يا أحمد إحنا مش ولاد خالة وبس. إحنا إخوات. لكن أنت شايف بنفسك. كان الله في عونك. أختي جوزي كانت عايزة تيجي تقعد معايا علشان الجامعة. أصل عايشة مع مامتها في اسكندرية. لكن أنا رفضت. أنا إيه اللي هيقرفني؟ عندك حق. ما قلتليش إيه الموضوع اللي أنت كنت عايزاني فيه؟ لا انا كنت جاي اسلم عليك. ارجوك يا دكتور ارجوك قولي اجابه واضحه وصريحه. مفيش داعي لعبارات التعزيه اللي هتقولها لي. انا انسانه قويه. ايه في قبل الموت مكيني. انا من ناحيتي يا بلبل ما عنديش مانع، لكن هقول ايه لكمال جوزي وهو عارف ان عيلتنا كلها مستواها. عندك حق، مفيش داعي تحرجي نفسك مع جوزك. ما تروحي تصالحي عمتك وتقعدي معاها في الفيلا، مش هي اللي مربياكي؟ ما افتكرتيش ان ليكي عمه غير دلوقتي؟ شفتي اخرة عنادك عملت فيكي ايه؟ هديكي هتترمي في الشارع. وايه اللي انتي لابساه ده؟ بقى بلبلتي الحلوه اللي كنت بلبسها من باريس تلبس كده؟ ماله لبسي بس يا عمتي؟ هدمان ومش من مقامك. خد سرور، خد امسكه، غديه كويس قوي وطلعه اوضته مع امه مع اخواته. وهاتلي البورتموني بتاعي من فوق. وناوية تعملي ايه بعد كده؟ مش عارفة يا عمتي. مش عارفة يعني ايه؟ هو الولد جوزك ده هيفضل يمرمط فيكي لحد امتى؟ مش بايده يا عمتي. الظروف كانت اقوى منه. وكان ايه اللي غصبك من الاول؟ يعني لو سمعتي كلامي واتجوزتي شريف ابن عمك كان زمانك دلوقتي عايشة في باريس وتيجوا كل سنة تقضوا الاجازة عندي. تعرفي شريف دلوقتي بقى مركزه ايه؟ بقى سكرتير اول في السفارة هناك. يا عمتي الموضوع ده انتهى من زمان. ايوه كده، اعترفي انك ندمانه. انا ما قلتش اني ندمانه. يعني ايه يا بنت؟ يعني عمري ما فكرت اني اتجوز شريف. انا بحب احمد جوزي. رغم الظروف اللي احنا فيها عمري ما حد مني اخترته. طول عمرك عنيده ودماغك ناشفه. تقدري تقولي لي خدتي ايه من حبك للواد الهلفوت ده اللي اتجوزتيه؟ حاجات كتير، يكفيني ابني. هو عنده كام سنه دلوقتي؟ عنده 6 سنين. وطالع شبهك ولا شبهه؟ مش ناوية تجيبيها شوفه؟ إن شاء الله. بقول لك إيه؟ إذا كنت تحبي تيجي تعيشي هنا، تعالي أنتِ وابنك. إنما اللي اسمه إيه ده جوزك يتصرف هو وأخته. أنا ما أقدرش أدخل الأشكال دي بيتي. شكرا. اسمعي، خدي جيبي حاجة لابنك. هقول لك إيه؟ طول عمرك شعنونة.
ممكن اقابل باشمهندس احمد؟ اتفضل. شكرا. فين نتائج التجربه الجديده اللي عملتوها؟ عند حضرتك في الملف. صحيح، مش عارف انا ليه مش مركز اليومين دول. سلامتك. طب انا موافق، ويا ريت كمان نعمم التجربه دي ما دام جايبه النتائج الكويسه في الزراعه. طب ايه راي سيادتك في الموضوع التاني؟ قصدك البيات الشتوي للحشرات الموسميه؟ طب وماله؟ على الاقل دي حالها احسن من غيرها الدور والباقي اللي مش لاقي لا بيات شتوي ولا صيف. في حاجه يا فندم؟ لا ابدا، انا بس كنت بقيم الموضوع. على العموم هو محتاج لدراسه مفصله. هتكون جاهزه بكره ان شاء الله قدام حضرتك. ومستعجل قوي كده ليه يا باشمهندس؟ على مهلك، على اقل من مهلك، اقعد ادرس فيها كده لحد انا ما ارجع من الاجازه. ده موضوع مش سهل يا علي، ده موضوع بيات، يعني لازمه سكن واقامه. وحضرتك ناوي تاخد اجازه تانيه يا فندم؟ اصل عندي دراسه عن البيات المؤقت لبعض افراد البشر. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، اجي لك حالا. هروح اقابل المدير العام وارجع لك. ايه الحكايه يا باشمهندس احمد؟ انت مش لسه كنت في اجازه؟ معلش يا فندم، انا اصل عندي ظروف صعبه محتاجه مني شويه تفرغ. ظروف؟ ظروف ايه؟ البيت اللي انا فيه مهدد بالسقوط، وكلها كام يوم هكون انا ومراتي وابني واختي في الشارع. اما مالكش حق يا احمد، ما قلتليش ليه الموضوع ده ساعه ما حصل. ما هو بقى يا فندم، ما هو ايه؟ مش عايزنا اساعدك؟ يا ريت يا فندم، ده يبقى كرم عظيم من سيادتك. انا هبعتك لمسؤول الاسكان في المحافظه، ده صديق قديم وممكن يشوف لك شقه من شقق المحافظه. من غير نرفزه، دول 14 لغايه لما نستلم شقه المحافظه. حتى ولو يوم واحد، انا لا يمكن اوافق انك تشتغلي في كافيتيريا وتبهدلي نفسك. ده اوتيل كبير ومحترم، والا ما كنتش قبلت ان انا اشتغل فيه. وبعدين ابي مدحت ابن خالة ماما قال لي حدوده 70 جنيه وبالبقشيش حوصل 150 جنيه. واكتر كمان يا بلبل، ده في ناس بتطلع 20 جنيه بقشيش في اليوم. اسكت انت كمان، انا مش ناقصك. انت فاكر الشقه المفروشه بكام يا استاذ؟ دي مائدك يا دوبك عايشين منها. افرضي ان وافقتك، مين هيقعد بالولد؟ مش هيلزم له ده؟ اقل واحده هتطلب لها 100 جنيه في الشهر غير اكلها وشربها ولبسها. ناخد انا ال 100 جنيه واقعد بشاجي، امال يعني لما اتخرج اخد كام؟ وبعدين معاك يا هويده، مش وقت هزار. انا شايف ان مفيش غير انك تاخد الشقه تبيعها، تجيب دلوقتي 1000 جنيه. خليها معاكي. اخليها معايا ايه بس؟ ده فاضل يومين وتردونا، يعني اقعد في الشارع؟ لازم تشوف لنا شقه مفروشه. انا عندي امل انهم يسيبونا شويه. سيبك من الاحلام بقى يا ابيه. انا تعبان.
ألف جنيه خد الدوام. السلام يا باشمهندس. وحشني يا باشمهندس. أنا جاي معاك يا باشمهندس. إيه ده؟ تشيل تدبر بيه نفسك على ما يربك فريجة. متشكر انا معايا متشكر قوي يا احمد بيه. ارجوك بس ما تحاولش، انا لو سمحت حطولي على العفش بتاعنا ده لحد ما تضبط في مكان تاني. تعنينا يا باشمهندس. عملتوها يا قادرين، بهدلتوا فيها الراجل الغلبان ده. بدي ست تتبهدل دي، دي تتلفف حرير، دي تنام على ريش نعام. ما هو انت السبب يا معلم. يعني اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ انا ما لو عيلتي في الشارع. انت راجل مفتري جشع. ايه بس كده يا ست هاني؟ بقى خير انت شر انت تبقى خير. بتسمي اللي عملته فينا ده خير؟ امال الشر يبقى ايه؟ الله ما تروق بقى يا باشمهندس، انا ابن بلد وفق في الاصول. انت تفهم في الاصول انت؟ تقدر تقول لي هنروح فين دلوقتي؟ هسكنكوا عندي بحمايه يا ست الستات. عندك فين؟ فتحها مدفن طبعا. الله انت جنيت يا راجل انت؟ ده عايزني انا، عايزنا احنا نسكن في عرفه. خلاص براحتكم، انا عملت اللي عليا وضميري مرتاح. شاوروا عقلكم وانا موجود في مكتبي. سلام. اهلا يا شاد. ايه انت عاوز ايه؟ كان فاضي كده من امبارح. شاي الولد ده. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. دي الصاله برحه وشرحه يا باشا. اتفضل. وده الصالون وبصوت وبصين والله. اتفضل. ودي اوضه السفره. بتصحصح بقى. اتفضل يا باشا. دي الصالة. راجل غريب بره. راجل مين؟ ما هو سمع. حبيبتي ده هتلاقيه فين وقال فاتحين ولا حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الأرض يا باشمهندس دي الأوضة الرئيسية. ايه ده يا أستاذ؟ مش أنت اللي قبل ما تخش؟ معلش يا هانم، كنت بفرج الباشا على الشقة. يا سيد. سيد باشا. باشا سيادتك واخد الأجرة؟ الأجرة من الشهر الجاي هيزيد، هتبقى 350 جنيه في الشهر. الموسم ابتدى يا باشمهندس. موسم؟ اتفضل يا باشا. موسم ايه؟ وده المطبخ يا باشا. وده الحمام يا باشا. اتفضل يا باشا، اتفضل. حمام يقف. اعمل حسابك يا باشمهندس، تغلي اخر الشهر. اتفضل يا باشا. فاضل معاكي كام؟ حوالي 300 جنيه. نقدر نأجر شقه تانية؟ لا لا يا بيه، مش ده الحل. ايه الحل يا عبقريه؟ الحل ان كل واحد. بلاش بقى وايده. انا هتصرف. كان بودي يا احمد، ده احنا عزومه للدراسه. لكن انت عارف الشغل اللي من دول واقف والحاله نايمه. استاذن انا محسن. لا استنى، انا هديك كارت لصديق ليا، يا ريت تروح له يمكن يقدر يعمل لك حاجه. محسن ده صديقي وعز عليا، بس هو عارف حالي من دول. انا بوفر موظفين من اللي عندي. لو سمحت خد الباب في ايدي. استنى. هل عندكم دم؟ ما وقفتش ليه لما شاورت لك؟ ولا يعني لازم احمد بيه؟ ازيك يا علي؟ اهلا يا فندم. لا معلش، اصل التاكسي ده معروض عليا اشتريه، فقلت اجربه الاول قبل ما اسلمه للسواق. طلب على الخط الابيض، ارجع ورا شويه. انت عارف انت بتكلم مين؟ اوعى يا راجل. سايب رخصه ملاكي وسبت يسحب الرخصه منك؟
ولا يا ابني ايه يا ابني ايه؟ مش كفايه طلعت قدام الموظف اللي عندي؟ ما انت الحق عليك يا بيه، ما عرفتش تمشي امورك مع العسكري. انا بستغرب ايه اللي حصل لنا ده؟ معلش يا بابا، ازمه وتعدي. طب وازمه البيت؟ فاضل لنا اربع ايام ونسيبه، وما عندناش حته نروح فيها. انا لقيت مكان مناسب. اهلا اهلا، اتفضلي يا مسبازين. اهلا وسهلا، ما قلتوا بالله اهلا وسهلا. استنى يا احمد، ما تنجش. اتفضلي يا سلام. هي اللوكان ده وسخ شويه. وسخ قوي، يلا. اهلا وسهلا. معلش يا السلالم مكسره شويه. مكسره قوي. أحمد. احمد احنا هنقعد هنا كتير؟ مش قوي. اتفضلوا. اهلا اهلا اهلا، والله العظيم لوكان ده بتطلع الطلاي على طول. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، والله العظيم الدكان ده روحت. اهلا وسهلا. لو سمحت ودي الشنطه دي اول اوضه الثانيه. انا يا سعاده دي ما لقيتش الدكان ده اوسخ من دي. ده احنا حلاوه وترويش. اتفضل يا مزمزين. اهلا اهلا، احلى سويت في الدكان ده يا فندم. سويت مش سويت. يا ماما، هو القصر هيقدر يروح له نهايه ازاي؟ ليه حضرتك بتدرسي طب؟ حاسه ان عايز ارجع. حلوه. رحم، ميرسي. ايه ده؟ ايه ده؟ ياي الحقيقي الحقيقي يا وحده. ده العادي مالها؟ زي ما اكون شايفه تعفريه. انت واقف، بص انت واقف عندك هنا بتعمل ايه؟ ايه؟ بشجعها على المذاكره. شفت الكارثه اللي احنا فيها؟ كارثه ايه؟ اللوكاندا ديت ما فيهاش تواليت. معقوله؟ ما لقيتش غير فتحه صغيره في الارض. ده التواليت البلدي. نعم. مساء الخير. معلش يا بلبل بقى. اما انا بقى جايب لكم شويه كباب، انما هيعجبوكوا قوي. كباب بلدي. انتوا ايه حكايتكم في البلدي النهارده؟ ايه يا حبيبتي مالك في ايه؟ اصلها مش عارفه تستعمل التواليت البلدي. طبعا ما حق يا حبيبتي. طول عمرها بنت عز. انت هتقعد تتريق عليا؟ يا بلبل ثبت طبيا ان التواليت البلدي اصح من التواليت العقاري. اسكتي انت كمان. هتعملي عليا دكتوره. الحقني انقذني، انا مش هخبر لك العذاب اللي انا فيه ده ابدا. ما انا حبيبتي لو عرفت اتصرف ازاي كان ممكن اعمل اي حاجه، انا ما عنديش مانع. بس اتصرف اتصرف. تحبي انزل اشتري لك تواليت فرنجي؟ اعمل اي حاجه اتصرف. يا بابا طب ما تجربي. ولا تضايقي نفسك. ادي يا ستي تواليت فرنجي، اقعدي وتمكني، وبعدين رشه من ده تريح المسائل. تعالي هنا. اوعي تتنقلي من هنا، استنيني. رشي رشي. ايه في حاجة؟ مفيش. بينها سودة. اوعى كده، هو ده وقته. ولا يهمك، بكره تتعدل وتبقى احلى من الاول.
ممنوع. مين بقى اللي قال ممنوع؟ انت مش بتاخد اجره الاوضه؟ انا اللي قلت لك ممنوع. يلا سلم سلم. انت اللي تحت. اوعى عينك ما تدقش. انت باين عليك لمت قوي. انت باين عليك لمت قوي. الحق يا احمد دايما عليه قتله. طب كويس، مين في احنا بقى؟ ننام فين؟ ننام فين وفي جريمة قتل بره؟ سيبني. الفلوس قربت تخلص، عشان كده بقول نلم ايدينا شويه. اكتر من كده خلاص ما بقاش قدامنا شيء نبيعه الا هدومنا. بقول لك ايه، ايه رايك لو نجيب هويده والواد يباتوا معانا هنا في الاوضه ونوفر فلوس اوضتهم؟ اللي تشوفيه يا حبيبي. اوعى بقى، استني بس وبعدين معاك. مستنياكي مستنياكي. ايه يا عم رايح فين؟ الدوره مشغوله. انا مش عاوز الدوره. امال عاوز ايه؟ عاوز اعرف. تعرف ايه؟ بقالي 3 اشهر محتار. بتعملوا ايه بالكرسي جوه الدوره؟ بنتمرجح عليه. مش فاضل من الفلوس غير 50 جنيه. يعني فاضل اسبوع ونسيب اللوكان ده. احسن يا بابا عشان نرجع شقتنا تاني. تعالى. يعني خلاص هننام في الشارع؟ مش ممكن طبعا. طب هنعمل ايه؟ ما بقاش فيه غير حل واحد. ما قلنا كده من الاول، الست هانم اتكبرت وعلى رأي المثل خطبوها اتعززت سابوها اتندنت. معلش يا ريس عايش، انا في ازمة وجاي واقع في عرضك وانت كلك شهامة. انا ما عنديش اماكن فاضية، كل المدافن مستتفة على الاخر. رئيس عايش ارجوك، انت الامل الوحيد قدامي دلوقتي. وست الستات موافقة؟ ما اكدبش عليك هي لسه ما تعرفش، لكن ضروري هتوافق. تشرب حجرين؟ متشكر، انا ملياش في حكاية الاحجار دي. دي احجار كريمة. صحيح كريمة فعلا. العموم انا تحت امرك. ما يحرمنيش منك يا معلم، اروح احاسب اللوكان ده واجيب الجماعة واجي، بس يا رب نبيلة توافق. عشان خاطرك بس انا هاجي معاك وادخلها المدافن معززة مكرمة واركبها المرسيدس بتاعتي. ده بقى سوق المدافن، فيه كل حاجة يا ست الستات، يعني لا مؤاخذة مش هتغلبي ابدا. استنى يالا. الله، مين الناس دي؟ انت فاهمني؟ انت يالا عصمان يالا؟ اي وشي يخرب بيتك. الله، دول لسه عايشين. الحمد لله على السلامة، اهلا وسهلا. الله 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 الله، ده بيه جميل وناس محترمة. ايه الطعامة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يا اختي ايه الحكايه يا معلم؟ مين العالم الحلوه دي؟ بطل غلبه وروح نزل الشنط. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا. اتفضلوا، يجي على الادب وساعده عليكم. اتفضلي اتفضل يا باشمهندس. ادخلي اتفضلوا. يعني استني برجلك اليمين يا شابة. هات ايدك، انا خايفه. ما تبعدش عني، جيت ماسك فيا. شايفة يا هانم برحة وشرحة ازاي؟ دي بقى أوضة السفرة، بتطل على الجنينة عدل. وده المطبخ،
كامل من كله. ودي بقى المنامة، قصدي أوضة النوم. فعلا يا نبيلة، حاجة ترد الروح. أعوذ بالله، يا ساتر يا رب، اللهم احفظنا. حلوة أوي يا نبيلة، ها؟ إيه رأيك يا كويس؟ هي برضه تعتبر شقة مقفول علينا، ودورة المية لوحديها، مش مشترك زي اللي كان ده. ودي بقى اللهم صل على النبي الكامل. هنا بقى الليف روم، اوضه القعاد يعني. يا سلام، هوا ولا راس البر. كمان طول عمري منبهر. روح لعمتك لو سمحت يا معلم. ايوه. هو هنا في ميتين؟ ما تعديش، ده الخير كتير والحمد لله. ربنا يجعله عامر يا معلم. هنعيش مع ميتين يا احمد؟ كلنا اموات يا ست هاني. قولي لي، حد فينا عايش يا ست الستات؟ انت. الله، ده يبقى نظام نائب بقى. لا يا معلم، هي تقصد تقول لك ان انت اسمك عايش قفشة يعني. قفشة. ست هانم، ده الحياة هنا هتبقى جميلة وحلوة وتريحك خالص. يعني هنعيش في قرافة؟ ما بقتش قرافة، اسمها مدينة، والصحيين فيها اكتر من ميتين. ولو استنينا عليها شوية هتبقى مدينة سياحية. دول يا حبة هانم مش لاقيين حتة يموتوا فيها. عندهم أزمة إسكان برضو. أنا خايفة يا أحمد. الميتين ما يخوفوش يا ست الستات، اللي بيخوفوا الصحيين اللي نازلين أكل في بعض. نبيلة، بلبل، انت نايمة؟ نايمة انت كمان؟ وحد يجي له في مكان زي ده؟ خايفة. ما تخافيش، تعالي في حضني. قومي دلوقتي. بس ما تزعليش من المعروف، اصحوا. هو انت ما فيش في دماغك غير الحكاية دي؟ حكايتي بس، ده عايزة اونسك وتونسيني. اصل انا كمان بصراحة برضه خايف زي خايف قوي وزعلان قوي قوي. وانا مش حنان هنا ليلادي.
جماعة؟ ايه الساعة بقت 7:30؟ ناموا سيبكوا كحلي يا حبيبتي. انا نمت طول الليل من الرعب. صباح الخير يا ولد. خير؟ شوف يا اظن الحاجة هيمشي يا سلام. طبعا انا حضرتك. وانا بقول لحضرتك ان سيادة الوزير مش موجود. وانا بقول لحضرتك اني مش هتحرك من هنا الا لما اقابله. شهرين دلوقتي مش عارف ادخله. بس نسمع عن مكاتب الوزراء المفتوحة وهو بابه مقفول اهو. هفتحه لسيادتك علشان تتأكد انه مش موجود. سيادة الوزير في اوروبا بيعمل تحاليل. سلامتك. أرجوك تعذرني، أنا بايت أنا وعيلتي في التراب. أنا حريح سيادتك، هخليك تقابل وكيل الوزارة لشؤون الإسكان، اتفضل. تأكد إن موضوعك واخد كل اهتمامي. يعني أتعشى بخير يا سيادة الوكيل. إن شاء الله. شكرا. وزير الإسكان مسافر. اتصرفت وجبت قطة. شادي، قلت لك نتمرن الاكل بالشوكه والسكينه. يا بلبل سيب الواد ياكل براحته. شوكه ايه وسكينه ايه بس هنا ما تركبش. ممكن تسيبني اربي ابني بالطريقه. ايه ميت؟ ما بتاكليش ليه يا بنتي؟ ما بتاكليش ليه؟ كله ايه؟ ايه؟ يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي ده برضه ساعات بيقطع. احنا محتاجين الكراسي عشان اهل الميت يراحوا كده. ويا راجل يا بنتي كله هالوقت يا شغلانه يا بني ادم. بتقول لك بناكل ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش؟ هنأجل الميت لحد ما تاكل. خلاص اوعى تخليه متنفر يا عم. يا ساتر عارف ما بترحمش. يا جدع انت حرام عليك اللي انت بتعمله ده. ايه اللي بيحصل ده؟ اللي جابكم في الافراح. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو عشان ال دي مش عيدة الرحمة يا ست. ايه ده؟ الرحمة. المدام بتاعتنا جاية تزورك يا ست الستات. اهلا اختك نبوية. لو ما تخافيش ايديها مش ما بتدفنش يعني. اهلا اهلا استاذ. اهلا يا ريس عايش. اهلا وسهلا اتفضلوا. اصلي خشبة اجر مننا الكراسي. قصدي خطف مننا الكراسي. ما تتفضلوا اتفضل يا سعاش اتفضلوا. بيننا مش لادين عليها. عطلناها على الرحمه. انت بتقولي ايه يا ست انت؟ انت فاكراني ايه؟ هفتكرك ايه يعني؟ السفيره عزيزه ولا بنت الليمبي؟ ده انت لسه من شويه كنت بتشحطي الرحمه. شحاته؟ انت ست قليله الادب. وانت وليا نص كم. ايه ايه ده؟ ايه نص كم وربع كم؟ ايه ده؟ نبيلة معلش يعني احمد من فضلك دي واحدة. انت ست انت بره بره يلا بره. بتطرديني من طلعي ابو فيها الحمد. الحق يا عايش مراتك بتتبهدل قدامك. لا انت زودتيها خالص. اسمع يا جدع انت انتوا ظهر عليكم ناس 100 مرش فيكم المعروف. على بال ما اوصل المدام بتاعتي ارجع عليك بره المدفن.
فاهم؟ يلا يا نمنا وهانم. يلا يا حبيبي. استنى بس يا ريس عاش. استنى يا هانم. يا ريس عاش. انت ما تقصدش والله. لا اقصد اقصد. ستين داهية تقول يا راجل أدب. أقرب عليكم ونزلتكم. روحنا في الكازوز. حقك عليا أنا يا ريس عايش. امسحيها فيها ست هانم. أبدا. هي فاكرة نفسها إيه الشحاتة تحت الرحمة دي. أعمل إيه بس علشان أرضيكوا؟ جيب الست بتاعتك عندنا في البيت وتقدم البربون للست بتاعتك ويا ترضى عنها يا ما ترضاش. عشان خاطر يعني مش بس بقى بلاش امور العيال دي بقى بنت شويه. يا ست رجلك وقلت الادب وهي اللي غلطت فيا. معلش عشان خاطر انا يعني ان كان لك حاجه عند الكلب قول له يا سيدي صح ولا لا؟ يلا قول له. معلش معلش. مين اللي بيخبط؟ انا احمد بشير يا هانم ومعايا المدام بتاعتي. انا مش قادر اعتذر لها. انا همشي. لا احنا قلنا ايه؟ قلنا ايه يا ابو الولد؟ ان كان لك عند الكلب قول له ايه؟ ما اقدرش. برضه خليك يا ريت تضرب فيها وانا اعتذر لها. عشان خاطري انت عشان اتفضلوا. اتفضلي. يا اهلا وسهلا يا 300,000 خطوه عزيزه. يا اهلا بست الكل. جايين لحد عندكم برجلينا يا ست نبويه. ما تسيبها هي اللي تتكلم يا انت العادي. جاية تقولي ايه يا حلوة؟ جاية اقول يا ايه؟ يو ما تتكلمي يا حلوة. هي قصدها تقولك ان ال اسكت انت ما تعملهاش ابو كاطو. انا جاية اقولك يا ستي. قصدها تقولك كنت فاكراك يا خارج النجف جاية تتأسفي ولا تتندمي ولا تتعذري. ما علشان كده بقولك يا ستي. الله ايه يا ستي دي؟ الله ما تقول لهم يا احمد. مش انت اللي قلت لي ان كان لك عند الكلب حاجه اقول له يا سيدي؟ عمال اقول لها يا ستي مش فاهمه. اما حاجه غريبه قوي كلب لما انتش قرصك وقرص اللي خلفوكي ده انا نبويه اللي بتاكل اللحمه نيه. ها 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 لا يا روح امك ده انا نبويه اللي باكل اللحمه نيه. الحاج يا احمد اقول لك يا احمد اسمعوا كده نبويه ما قوم يا باشمهندس لم نفسك. انا بلعب كاراتيه دول ستات مش كتر وخلط حقها. يا ريس عايش يا ست نبويه. يا ست نبويه مش معقوله. كفايه يا نبويه هاف تايم. يا مامي ايه ده؟ انت مين؟ انت اللي مين وازاي تدخل بيوت الناس من غير استئذان؟ امشي اطلع بره. اه يا الناس انت مالك بتضحي فيا كده ليه يا راجل انت يا مجرم؟ انا وعيتك مش فايته كمان. امشي اطلع بره. بره انا خلاص بعيد بقى علشان اعيش معاكم هنا لازم اعيش معاكم بالدراع. امشي اطلع بره. ايه ايه ده انت حلمي؟ انا مجنونه يا قليل الادب يا حمار يا خنزير يا طور يا هايف. هايف انت ازاي تدخل بيوت الناس من غير استئذان؟ انا نبيله اللي باكل اللحمه نيه. تعمل ايه؟ تعالى لي بقى بره. لا 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 مش كده. لا لا بره. عبد المعز باشا انا هايف انا حوريك يا مجنونه. انت لسه بتتكلم. ما فيش فايده فيك بقى. وريح جدتك كمان. انا ايه تخرب خالص. اعمل ايه يا حبيبي؟ انا خالص. انا احي عينك اشوفك هنا تاني. العصايه اهي. المجنونه قال انت يا سيدي فين النيره بتاعك؟ سعاده الباشا خير. ايه اللي عمل فيك كده؟ المجنونه اللي في المدخل. مجنونه مدفن؟ انت هتصحى. انا هوديك ب60 داهيه انت واللي مشغلك. ليه يا باشا؟ هي حصلت. انا عبد المعز باشا انضرب على دماغك؟ لا تحت شويه. على قفاك؟ تحت شويه. على ظهرك؟ تحت شويه. اه فهمت. لا كده غلط. ويتقال عليا هايف كمان؟ كده اكبر غلط. فاتك ضربته امبارح تكروش الناس والنهارده تضرب الراجل. وده مش اي راجل. مين حضرته؟ ده عبد المعز باشا صاحب المدفن. صاحب المدفن باشا؟
امال نايلون باشا بحقه حقيقي وعضو برلمان سابق وينضرب وينهان ومرشح لمجلس الشعب القادم وينضرب ويتهزق. تعرف يا باشا المرحوم رؤوف باشا زودي؟ اعرفه بتاع النهارده تحكم المجيد الهلالي. ايوه ده يبقى جدي. عشان كده. عشان ايه؟ كان جدها يقف في البرلمان يصرخ ويعارض في الفاضيه والمليان. كان مجنون زي كده. انت يظهر عايزني اضربك تاني. الله ومفيش حد عاجبك ولا ايه؟ ما تتهد بقى يا وليه. وليه يا عينك حبيبي الادب ما تختشيش. نبيله جرايه ضرب انت والباشا بتاعك، انت هتقعدوا تلحقونا لبعض. الله ينعل ابو الايام السودا اللي خلت واحد زيك يحكم ويتحكم فينا، وينعل الايام السودا اللي خلت واحد زيك قيمه. بس بقى يا نبيله كفايه، امشي طهران بره. طب عيني بقى مش خارجه. ان ما اخدش مراتك وعزالك وخرجت انا هروح القسم واجيب لك ضابط. وهيعمل ايه الضابط؟ محضر وهيثبت فيه حاله. ليموها بقى لحسن يطلب النيابة. هتقول يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء. هياخد حكم بالإخلة وملهاش لزوم المصاريف اللي انتم مش قدها. ما تعلمناها خلاص وهنعمل زي المشاريع ما عملوا مع اللجنة. وهيصدر الحكم بإزالة تراب الميتين مع بقاء أرض المدفن وهنفضل فيه. معلش يا باشا معلش، اللي حصل لهم ده تعب أعصابهم. المسامح الكريم مستحيل. أبوشي لازم نكشفه من هنا. أحمد قوم قدم البردون للباشا وبوس على راسه. قوم يا أحمد. معلش يا سعادة الباشا، إحنا آسفين استحملنا شوية. واستحملكم ليه؟ عشان خاطر اللحم ده يا باشا يخلصك يبقى في الشارع. دكتورة زي القمر. عشان خاطرك انت يا اموره انا هسامحها. هو في ايه يا ابيه؟ ضربت الباشا. استنى عينه زايغه. المدفن يتنضف ويترش كل يوم، وتاخدوا بالكم من رخام التراب لحسن بينسرق. الله، شكل اللجنه عايز يسلمهم كل حاجه ويخلي الافندي يمضي على محضر التسليم. انت ما اجر لهم المدفن بكام؟ 50 جنيه يا سعاده الباشا. خد 20 وشيعني 30، فاهم؟ فاهم يا باشا. وراي. وراك يا باشا، وراك، وراك. ينصر دينك ويرحم ميتينك يا ست الكل. كده بقى أمن وأمان. تربة كبيرة جواها تراب صغيرة. تربة كبيرة جواها تراب صغيرة 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 صغيرة. لما نحب نطلع المرحوم اخد زي دول وعليهم 5 قروش ونحب نقوله النقل على المشتري. طلب التسليم مطرحه. بقول لك ايه؟ انا ادفن؟ اشيل؟ لا ده انا حتى بعمل كده مع البني ادمين. طب شوف لنا حاجة. اشوف لك. بس كون امين. طبعا يا جدع اكون امين. ومال هيكون احمد؟ مساء الخير. بالسلامة يا معلمين. بالسلامة. أنت مشرف. مع السلامة. مع السلامة يا معلمين. السلامة يا فوق. الله يخرب بيوتكم. راكبين عربية أرشميدس. ستة ناس يا باشمهندس. اهلا يا خشب. ايه يا اخويا؟ مالك يا فلا شر؟ ايه اللي معادك لوحدك كده؟ ابدا ابدا. ازاي ده انت متضايق؟ وشك بيقول يا جدع، وشك بيعبر. قول لي صاحبك ما تخبيش عليا، فضفض عشان تستريح. هقول لك ايه بس يا خشبه؟ تكونش زعلان عشان اللي حصل النهارده وخايف من اللي هيحصل بكره. لا لا ما تعطيكش هم بكره، بكره هتروق وتحلى. خد يا روح قلبي، خد ولع دي. ما بشربش يا جدع. ولع ما تعصلكش، ده انت بعد ما تشربها هتدعي لي. ايه دي؟ يا فيها دي فيها الشيفة. خد يا جدع ولع وفرفش الجمجمة، محدش واخد منها حاجة. ولع. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا من ليلة ما شفتك في الكباريه وانا قلبي اتفتح لك يا جدع.
القلوب عند بعضها خشبة. طب ما تقوم بينا. على فين؟ افرفشك وروقك واغسل لك همومك. قوم يا عم، دي دنيا فونيا والزمن كباس. قوم. انه غشيم وعايز فلوس باي طريقه، يعني تيكا تيكا وبتاع، وانا ضمنه. خلاص ربط معاه. وحدوني. أين زلدي؟ ترقص الميت، عارف الميت. عدم المؤاخذة ما تتخضوش. وانت اصلنا بنشون اسمنت.
اوعي يا بت، اوعي يا شطره، واقفه كده ليه؟ دي كام كيلو البطاطا ده يا حلوه؟ الله الله الله، ست الكل هنا، اتم السوق منور. يا صباح الفل والياسمين. صباح الخير يا معلم. ما عندكش قوطه تانية غير المفعصه دي؟ دي قوطه دي يا ابن المجنونه، دي احسن حاجه عندك لقطة عيشك من هنا. وقت اللي تنقيه ست الكل وحطه في العربيه عندي والحساب عندي. بمناسبه ايه؟ تدفع لي ليه؟ الله، شوف لي دول. ما تبعد بقى، ايه ده؟ ده مفلفل. زني نفسك مع النسوان اللي هي عايش، وبتعمل ايه عندك؟ الله، بلاقي الكوسه. هناك فرق. مين فيكم بقى اللي هيوصلني النهارده؟ انت مش مروحه؟ ايوه. خلاص فتحي وصلك قريب منك. انا مش عربيه النهارده، ابويا واخدها مني. صحيح يا والده، عزلت من بيتكم مش كنتوا في القرفه؟ ومالك يا اختي بتقوليها كده ليه وانت متشنجه قوي؟ احنا مش عزلنا، احنا انفرجنا. وما بتخافيش وانت نايمه في القرفه؟ هخاف من ايه بقى؟ من ميتين. لا يصحوا؟ لا مش عارفه. امال قصدك ايه بس؟ قولي لي بقى مين هيوصلكوا فيه هنا النهارده؟ انا وامري يا لام. طب يلا يا حبيبي. والله يا هانم انا بقالي اكتر من ربع ساعه واقف اسقف واخبط رغم ان الباب مفتوح، الا ان قلت لازم استاذن الاول. في حاجه يا سعاده الباشا؟ لو سمحتي لي ممكن ادخل ازور؟ اصلي لقيت نفسي متضايق قلت ازور. اللهم طول لك يا رب. اتفضل. تسمحي لي بالشيله دي؟ اتفضل. وهو اللي راحت الكليه. ربنا يكبر بخاطرها، دكتوره اموره وتستاهل كل خير. مصطفى بيقولوا اذا دقت بكم الصدور فعليكم بزياره القبور. اسمحي لي اخش اقرا الفاتحه على الرحمن، اصل كنت بحبها قوي. اتفضل يا باشا. تشكر. صحافه المعارضه عرفت هيبهدلونا. ايوه، وهيسيبوا مشكله تطبيع العلاقات مع اسرائيل ويمسكوا في مشكله احمد بشير. مشكلتك محلوله باذن الله، بس انا مسافر خمس ست ايام اقضيهم مع الاولاد في شرم الشيخ، واشوفك زي النهارده باذن الله عشان تاخد جواب الشقه. الله، مش معقول يعني مجدي عين وبرهان بنت اخت عبد الشكور باشا مشاد تبقى مرات عم خالك وزوجتك؟ لا شرط، وخالد شهدي باشا النجار، وعمتي اللواء متقاعد ابو الفتوح باشا المنسري، وقريبة ونسيبة عائلات النشار والشبوكشي بزدة. تعرف النشار دول واخدة منهم طن فايزة، ما هي بنت عم جوز بنت خالتي. لا، ده احنا طلعنا قرايب. هي الدكتورة المغمورة مش هي؟ لا، دي في الكلية. سافرت باريس مع جوزها من 30 سنة. يمين مصري هانم، دي قربت ترجع. هي دي هترجع الساعة كام؟ طب وناش عرفني. انت قصدك على مين؟ مصري هانم. لا، انا قصدي على الدكتورة الأمورة. يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي. ست الدكتورة، يا ست الدكتورة.
ان شاء الله موت ما الاقي اللي يشيلني لا اشيل عنك. ده انت شايله كتير قوي يا شاب. هات يا دكتور. الحمد لله على السلامه. الله، ايه ده؟ راس ميت ومضروبه كمان. اخسر يا ست الدكتوره، انت بتشتري من بره؟ على العموم لو وصفي اي حاجه قولي لي وانا تحت الامر. لعلمك انا بورد من ثلاث جامعات، القاهره وعين شمس والازهر، وزميلي الترابيه في الجامعه الملكيه بلندن كمان. يعني لو انت او اي حد من زمايلك احتاج اي حاجه من الحاجات دي انا جاهز. دراع، ايد، رجل، راس، حته على بعضها. لا وايه؟ بضاعه حاضره. يا ترى بقى البني ادم على بعضه بكام؟ عايش ملوش ثمن. ميت يبقى غالي شويه، بس الغالي يرخص لك. وعلى العموم انت عمولتك مضمونه في الموضوع ده. يعني كل ما تجيبي زبائن كتير وتشتغل كتير كل ما تكسبي كتير. وهو انت اولى من عم مدبول التمرجي. ها قلت ايه؟ سيبنا فكر يا فشل. بالك هلا باشا بيجي هنا كل يوم ليه؟ اصله بيرسم ايرات على الوزه الصغيره مش الوزه الكبيره يا تخوف. لا يا معلمي لا، ما تقولش الكلام ده. ولك منك انت يعني عينك على الوزه الكبيره؟ الله، انت اتخذت كده ليه؟ بس مش معقول يا معلم الكلام اللي انت بتقوله ده. مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ انت ما خدتش بالك منه يا ساعه الخناقه؟ ده فيه وانا عارفه من زمان، بيحب الوراور يا خشب يا ابن لوح. ده نهار ابوه اسود من جلابيه شكلها الندابه. مساء الخير يا سحر. خشبه، ده انا قاعد مستنيك بقالي اكتر من نص ساعه. انا كنت بفحت المنزل. اي خدمه يا باشمهندس؟ معاك سيجاره؟ بس كده، ده انا اشتري لك الكشك بحالي. اتفضل، العلبه كلها تحت امرك. لا لا، مش السجاير دي، التانيه. بصراحه بقى انا عايز افرفش الجمجمه. الله الله، احنا هنصرف عليك ولا ايه؟ هو انت كل ما هتجي لي؟ لا ده انت كده تتعود عليه. لا لا لا، مش هتعود عليه ولا حاجه. انا بس مخي وجعني من كتر التفكير. ومخك وجعك من ايه كفالة الشر؟ طب ما انا قلت لك قبل كده عايز فلوس. ايوه بس الفلوس ما تبقاش كده كده وبتاع، الطريقه لازم تبقى صح حتى لو غلط. وهو اللي حصل لنا ده صح. طول عمري ماشي صح، خدت ايه غير الذل والبهدله. حلو، ما دام وصلنا بقى للغلط سيب الموضوع ده عليا انا. وخد انت يا احمد افندي، خد اخويا. ايوه فرفش الجمجمه. ليه؟ ايه ده؟ انت؟ صباح الخير يا عسل، يلي كلك عسل يا عسل. ايه ايه في ايه؟ ايه؟ جاي شقر على المدخل، ما شقرش. جاي يا طرب انت والباشا بتاعك ده؟ واحد جاي يزور وواحد جاي يشقر. بعدين مش كنت تخبط على الباب؟ انا اتخضيت. اجيب طاسة الخبطة. عدم المؤاخذة، اصل احنا مش متعودين نخبط على مطارحنا لما نطلب. ولا ده مش مطرحنا بقى يا عسل. ده بيتك يا ريس عايش، وانا برضو زي بنتك. اه زي بنتي؟ بلاش، زي امك. مقبولة منك يا عسل، بس على رأي الست للصبر حدود. بلاش يا بدالة يا عزيزة. هو احنا مش هنخلص من خيلة البدالة دي؟ بونجور يا غالب. صباح الخير. انا قلت اجي تقرا الفاتحة لروح ماما. ما حبيتش ازعج سعادتك، جيت من الباب التاني. ما انت ازعجتني خلاص. اتفضل اقرا الفاتحة. عن اذنك يا واد يا خشبة. بقول لك ايه يا خشبة، تنادى على السكان الجداد يخلوا المدفن في ظرف يومين. سمعني يا خشبة؟ مظبوط لو سمحت. باي باي يا جماعه.
مجدي. انا عايز ايه؟ هات 15. 15 يا جماعه انا وفتحي هنشترك في دراع. اه 8 جنيه. قال معايا ومعايا 6 جنيه بس. معلش غيرهم. ماشي هاتوا. مش ده بيت الاخ شكرا مسعود بتاع كليه الطب؟ ايه ده؟ طلبة جوز الاخ شكري. بقول لك ايه؟ ما تاخد البنت على بعضها وانا هكلمك فيها شوية. ايه؟ مش عايزها؟ طب اخويا مع السلامة. الو؟ المستشفى؟ اديني يا عم مجهول التمرج بتاع اسم الجراح. لسه ما جاش؟ احسن. وحدو انا جاي. زغروطة حلوة رنت في بيتنا لمت حارتنا وبنات حارتنا. زغروطة حلوة حلوة. ست الدكتورة يخرب عقلك يا خشبة بتزغرط على الميت وانت بتدفنه. فرحان بيه ده عريس لازم ازغرط له عشان يفرفش الجمجمة. اصل بيني وبينك متباعة. عايزاك خدامك يا ست الكل. ده انا تحت الطلب. كمل شغل يالا عبال ما اجيلك. حاضر. والضمير اهم حاجه الضمير. ايوه بس هتنقلي ازاي؟ محتاجين عربيه عشان يداروا فيها. فعلا وبعدين؟ فعلا وبعدين؟ هو جه النهارده كمان؟ بتسالي ليه؟ خلاص اتحل. قصدك انه يخرب عقلك يا دي البيت يا دي البت الدكتورة. يلا يلا روح هاتهم واستناني جنب الباب. يلا وحدو يا ريت تدوقيني بقى الشركسيه بكره من ايدك. حاضر يا باشا. والضله نمسي كمان في الضله ودي بقى تبقى الغدا بتاع بعد بكره. الحمد لله. لحقت تاكلي؟ لازم ارجع الكليه بسرعه اصل المواصلات بقت صعبه قوي يا باشا. يبقى السلم وصلك. لا 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 مفيش داعي حضرتك تتعب روحك. تعرف ايه يا راجل انت؟ طب قسما بالله العظيم لا انا موصلها وان قلت لا هزعل. ربنا ما يجيب زعل. معلش يا باشا هتعبك معايا شوية اصل في واحدة زميلتي هنا عاوزة اطلع اخد من عندها كتاب. ومالي انا تحت امرك الصبح يا أمورة. بس هنا يا باشا. ايه رجعت ليه؟ اصل يا صاحبتي عندها اخ غلس قوي وكل ما شافني يقعد يستظرف فموصل حضرتك يعني. لا خليك انت انا حصل. أنا عارف شباب اللي من دول. هي في الدور التاسع، الشقة جنب السلم على طول. صاحبتي اسمها كوثر. قولها بس هوايدة عايزة الكتاب. يعني ممكن نكمل الغنوة مع بعض وبعدين أصحى. وبعدين يا باشا؟ بعدين أتأخر على الكلية. تدي كل واحد حاجته. باي باي.
جواب شقتك اهو. كان ناقص على اختيارك للوحدة السكنية. أكون طماع لو اخترت مساكن متوسطي الدخل؟ ده حقك، بس الحقيقة متوسطي الدخل هتتأخر شوية، إنما المساكن الشعبية جاهزة. تبقى الشعبية أحسن. وأدي توقيع. بس في إشكال صغير عملته شركة المقاولات اللي خدت العملية، مع إنها قطاع عام يا أخي. إيه الإشكال ده؟ الشبابيك. لازم مفيش خشب. دي متصنعة جاهزة. طب أمال إيه الإشكال؟ تركيبها. أصل شركة المقاولات خبطنا بخطاب بتبلغنا فيه إن المبلغ اللي توافق عليه في المناقصة نفذ بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع أجور الأيدي العاملة بسبب إجرة معظمها، وبتطلب ميزانية تكميلية لدفع أجور العمال اللي بتركب الشبابيك. ما تدوا كل ساكن شبابيكه يركبها هو بمعرفته، هي شغلانة. يا أحمد بيه أنت موظف مسؤول وعارف اللوائح والقوانين. اللجنة بتاعتنا لازم تستلم حسب شروط العقد تسليم مفتاح. والإشكال ده هيأخر التسليم كتير. أبدا، أنا قلت لك إنه إشكال محلول. إحنا كمحافظة رفعنا طلب الشركة مرفق بيه جواب نخاطب فيه وزير الإسكان عشان يرصد مبلغ من فائض ميزانية الوزارة نعمل بيه ميزانية تكميلية للعملية. سيادة الوزير رفض. لا 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 لا، وافق ورفع بدوره جواب بيخاطب فيه الجهاز المركزي للمحاسبات عشان ياخد رأيه في قانونية عمل ميزانية تكميلية. الجهاز المركزي بقى رفض. انت متشائم كده ليه؟ يرفض ازاي اذا كانت شركة المباني دي شركة قطاع عام؟ لو كانت شركة قطاع خاص كان رفض. ما علينا، موافقة الجهاز المركزي راحت وزارة الاسكان، واترفع كل ده من الوزارة بجواب بتخاطب فيه مجلس الوزراء، وأصدر المجلس قراره بالموافقة، وأرفقه بجواب بيخاطب فيه مجلس الشعب يطلب الحصول على الصفة الدستورية للقرار، وبكده يبقى الموضوع منتهي، لأن ما بقاش فاضل غير إن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإسكان في مجلس الشعب تبحثه وتبدي رأيها اللي إن شاء الله إن شاء الله هيكون بالموافقة، لأن العملية ما فيهاش حاجة، مجرد تركيب شبابيك. ساعتها بقى اللجنة هترفق الموافقة بجواب تخاطب فيه. الله الله، هو ضايق ليه؟ بصني من هنا. ليه؟ يا جدع بوس، انت عرفان؟ بوس، ده انا جايب لك الخبر اللي هو. خبر ايه؟ بوس. الله يا حنين انت يا ذوق، شفايفك جميلة. مش الجماعة وافقوا؟ جماعة مين؟ الجماعة اللي هتشتغل معاهم. اشتغل معاهم؟ اشتغل معاهم ايه؟ هتنقل شنطة والنقلة بباكو. شنطة ايه؟ شنطة كتب مدرسية. احنا كلام ذا، بقول لك النقلة بباكو هيكون فيها ايه؟ لبان؟ حشيش طبعا. يا ساتر، ايه اللي بتقوله ده يا خشب؟ انا حشيش؟ ما تعمليش فيها يا عبد الملاك بقى. بقول لك النقلة بباكو، اديني جمجمتك كده عشان افكر بيها. يعني كام نقله بكام باك وترحم عيلتك وتقب بيهم على وش الارض بدل الدفنه اللي هم مدفونينها دي؟ يا سي احمد اصحى القول وانفت بجلدك. مستني ايه؟ ده في ناس مدفونين عندنا هنا بالحياه من سنه 60 ما خرجوش ومش هيخرجوا من هنا. ذنبهم ايه بس كوم اللحم اللي معاك دول؟ انا اخوك جبت معاك على قد جهدي. دور انت بقى الكلام في الجمجمه وفكر وقول لي القرار عشان اروح اقول لهم الجواب. وحدوه. لا بلاش يا فاضي، انت ما فيش حاجه اسمعها. انت لازم تسمعيني، هو ده الحل الوحيد اللي هيريحني. دول اللي عايز يقول باشا دي ظروفه بصراحه هتتغير. مفيش حاجه بتتغير. قولي لي ايه اللي اتغير في حياه الناس اللي عايشين هنا من سنين؟ اعملي معروف، فكري فيها وسيبيني اعملها. اعمل معروف انت؟ ما فكرتش لو اتمسكت هنعمل ايه ونعيش ازاي من غيرك؟ هتعيشوا زي ما انتوا عايشين، مفيش حاجه هتتغير. دي الفرصه الوحيده اللي قدامك ولازم استغلها، حتى لو كان لبك فيها 1%. ما هي غرقانه غرقانه. مين قالك انها غرقانه؟ ما انت الحمد لله في حتك وانا في حتي. صحتي؟ حلوه حكايه صحتي دي، صحتي اللي تتكلمي عليها. انا صحتي ايه؟ ده احنا عايشين عاله على الاموال. عايزوك تتعاكل النهار انا ومراتي وابني واختي. الاموال دول لو نطقوها هيقولوا لي روح اعملها وحل عن هنا وفور.
مش مصدقه ان واحد زي خشبه يضحك عليك. خشبه ده هو البني ادم الوحيد اللي قابلته في حياتي فاهم السكه كويس قوي الدنيا واخر. ده انا ندمان على السنين اللي فاتت من عمري ما عرفتش فيهم واحد زي خشبه. خشبه ده واد عبقري. عايز تجنني؟ خشبه ده عبقري؟ خشبه ده عبقري في ايه؟ عبقري يا عبقري في الوساخه. اديك قلتها بس كفايه بقى ما تتكلمش تاني. انت بقى اللي تسكتي. انت اللي لازم تفهمي. فوقي بقى. هو ده الحل الوحيد اللي قدامنا للمشكله اللي احنا فيها. عايز تحل المشكله بمصيبه؟ تسوى ايه شقه؟ تسوى ايه شقه من غير راجلها؟ تسوى ايه وانت مرمي في السجن؟ وسايبني انا واختك اللي عاشوا فينا الكلاب. ما توديناش في ده، ما تسيبناش، انت وجودك معانا حاجة من حاجات كتير قوي. صعبان عليا نفسي. فل وياسمين يا عسل. افندم عايز ايه؟ الله، جاي اقدم البردون اصلح غلطتي. ودول بقى عربون المحبه. عربون ايه ومحبه ايه يا راجل انت؟ شويه فاكهه تستاهل سنانك اللولي. حد قالك ان احنا عايزين فاكهه؟ خد حاجتك واتكل على الله بقى. الله، امال بس فاضيه للبشوات. مسكين. قصدي يعني اذا كانت حكايه البشويه دي عجباكي انا اخلي كل اهل الخط يقولوا لي يا باشا. انت راجل قليل الادب، اطلع بره. هنرجع تاني لطوله اللسان. ما خلاص المسطول بان وملهاش لازمه التقل والدلال. يا نهارك اسود، انت عايز ايه بالظبط؟ من يوم ما شفتك يا حلوه وانا قلبي مستعفف عليك. جيت تعيد انا بحبك مش قادر على ايه يا راجل انت يا مجنون؟ يعني هو الباشا اللي عاقل؟ ابعد عني، اوعى تقرب مني. انا بحبك يا بلبل، بموت فيك يا بلبل. اخ يا ني، بس انا مستخسرك في المرمطه اللي انت فيها دي. على النعمه لو تقشري شوف انا هعمل لك ايه. عملك اسود وهباب، قلت لك ابعد عني. هسكنك في اجدح شقه، هركبك اغلى ترومبيل، هنروح الساغه. اخرس يا راجل يا واطي، انت فاكر نفسك تشتريني انا بفلوسك؟ انت غيرت عندي وتعملي خضرة الشريفه كان غيرك اشهر. شيل ايدك لك سرحانه، امشي غور اطلع بره، احسن هدب السكينه دي في كرشك. وخد حاجتك وانت خارج. كده حاضر. ديك الراجل يترد عليه. حكيم انا ابن بلد واعرف الاصول صحيح. عايزك في كلمتين يا احمد. خير؟ لا الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. هو حصل حاجه تاني لا سمح الله؟ اللي ايه بقى حكايه الباشا اليومين دول؟ ماله يا معلم؟ كل يوم والتاني ينط عندكم في المدفع. ودي فيها ايه ده يا معلم؟ مدفنه محدش يقدر يقول له انت جاي فيه ليه؟ يوم يبلط في الخط جوه يزور امواته. الله، لا دايما يقول اذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزياره القبور. هو كل يوم صدره بيضيق؟ اشمعنى ما كانش بيضيق الاول؟ انت عايز تقول ايه؟ بعدين بيقول اللي يشوف منكر يغيره بايده او بلسانه، وانا بقى يا حبيبي بقولها لك بلساني. وانا بقى هقولها لك بايدي. ايه حصلت تضربني بالقلم يا حاضر؟ ده يخرب بيتك، ده انا هوديك في داهيه، هرميك بره انت وعصيت على فندم خاطرك. يا نبويه يا نبويه. معلش يا معلم، انت طول عمرك شاب وجدع، الناس دي هيروحوا فين؟ حتى لما يموتوا قدامي مش هدفنهم فين؟ يا معلم يا بخت من قدر وعيفي،
جالك تربطك جاب الحق عليك. انا هخلص احمد يتقسم لك. يتقسم لك احمد؟ انا هتقسم لواحد زي ده معدوم الضمير؟ طيب حتى لو وقفت على رجلي يا بستان مش هدخلك المدفن تاني. لا هيدخلوا يا صاحبي المدفن مدفني، ادخل فيه اللي يعجبني. تدخل فيهم ميتينك اه، لكن تسكنه لا، مش قانوني. يعني هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هبلغ واثبت حالك. ولا كمان هبلغ واثبت حالات. هدي اللعبة يا معلمي، لحسن ده كده زنك. المدافن كلها متسكنة. وايه اللي حصل يا باشمهندس؟ الراجل النجل ده بيلسم بكلام قذر عليك وعلى الست بتاعتي. يعني يخلصك اللي عمله معايا قدام الخال يا سعادة الباشا. يضربني بالقلم ويقول لي طز. وستين طز كمان. عشان انت راجل قليل الادب ومتجرح باعراض الناس. انا هخليه يرفع عليك قضيه، قضيه رد شرف ويطالبك بتعويض، وانا شاهد. الله 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 الله. داخل فيها شمال كده ليه يا سعادة الباشا؟ ده انا عايش خدامك وخدامي اللي نايمين جوا دول. جرى ايه؟ هنخسر بعض عشان ده فندي ده؟ لا احسن منك ومن خلفوك. وطول ما انا عايش ده هيسكن في المدفن. خلاص يسكن في المدفن. يبقى خلاص. يلا يلا. انت والولاد خشبه شيلوا الشنط بتاعتهم دخلوها جوه. امرك يا باشا. ونستجني ازعق سعادتك. صحيح نوع يخاف ما يختشيش. متشكرين يا باشا. خلاص. احنا متشكرين قوي يا سعاده الباشا على كرم اخلاقك. اخد العجله اركبها يا بابا. اه يا حبيبي اركبها. واذا حبيت تركب المعلم اركبه كمان. شايف يا باشا؟ الحمد لله. انا ما كنتش مصدق ان احنا هنرجع المدفن ده تاني. ايه بصيلي كده ليه؟ فرحانه قوي عشان رجعنا المدفن. مفرحش ليه؟ وحد لاقي. بقول ايه، ما تنقل الواد ده ينام جنب عمته. انت فين؟ انا دايخه عليك من الصبح. يدوخ عدوينك يا ست الكل يا زهرة صبار البساتين. اموري انا تحت الامر. خد عايزه حته بقى على بعضها. واحدو حتى على بعضها ليه؟ داخلين على العيد الكبير. ليه؟ هما يشتروك انت؟ هما مين اللي هيشتروه؟ الطلبه كلهم اشتركوا عشان يشتروها. طيب انا عندي حته بس. بس ايه؟ ناقصه رجل. معلش زي بعض. طب هتنقليها ازاي؟ تاني يلا روح هاتها وحطها في الشنطه. طب انت هتسلميها النهارده؟ لا بكره. بكره يعني ايه؟ العربيه هتروح، انت عايزاها تبات. هخليه يجي بكره عشان يوصلني. الله. وبعدين بقى في الحكايه دي حكايه ايه؟ ايه اللي حكايه ايه؟ ما انا كل مره هتركبي معاه بصراحه الراجل ده عينه زايغه. وحدوه.
اطلع يا حسام. اطلع ازاي؟ العجله نايمه. سقها على جنب. سقها؟ انا سقها؟ سقها انت وصلح العجله. ايه يا حضرتك؟ انا عبد المعز باشا. اهلا وسهلا. خليه يصلح العجله. طب بسرعه بس مش عارف نزقها ومقفل الشارع كله. الكوريك في الشنطه. المفتاح اهو. اتفضل. الحق يا فندم. اقفل العربية ده. يا مامي. قولي بقى يا باشا بهدوء ومن غير خوف. يعني مش هتشوط فيا؟ لا ما تخافش. اسأل ساعتها فين؟ انت كنت ناوي تقطع القتيل حتت وترمي كل حتة في ناحية. رميت الرجل الأولانية فين بقى؟ معرفش حاجة. أنا معرفش القتيل ده اللي ما قتلتش حد. طب اهدى اهدى بس. أنت كنت جاي منين؟ المدافع. الأنسة هويدة محمود بشير. مالها؟ عايزينها دلوقتي في مديرية الأمن. يبقى المحافظة حصل لنا شقة. انت كتبها باسم هويدة؟ لا انا فهمت اللي حصل، وحرصا على مستقبلك اتفقت مع السيد وكيل النيابة نحفظ الموضوع. انا مش عارف اشكرك ازاي. لسه برضه مش عايزة تقوليلي مين اللي جابلك الجثة دي. اسمع بقى، انت مالكش عقل عندي في المدفن بعد كده. وانا يهمك يا سيد احمد، انا هتصرف. عندك مكان نبات فيه ليلتي؟ الليلة دي يا جدع الليلة وكل ليلة وقلب ليلة وليلة. رقبتي بتتكلم بجد يا معلم خشبه؟ امال استنى عنك يا استاذ الدكتور عنك. يلا بينا. هات الشنطه. تعالى ورايا اتفضلي. متشكرين قوي يا معلم خشبه. العفو استاذ. ما تجيب رشيد الواد. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. نورتوا الحوش. اهلا وسهلا. اتفضل يا صاحبي. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا مرحبا. اتفضل. اهلا. أختك سكلها النداب تشرفنا. أول خشبة نقلي على موضوعكم سبتولكوا الحوش على طول. الناس اللي بعديها ما كناش نندب على جروح بعض، مين اللي هيندب علينا؟ يندبوا عليكي في الوقفة الصغيرة، جرايا ودية، أنت هتعددي؟ أمال مدام شكلايا هتقعد فين؟ مع أختها سجرايا المغسلة، أصل بنتها هتتجوز بعد بكرة، والمدفن عدم المؤاخذة هيفضى عليها. قلت هما الاتنين إخوات بقى يقعدوا مع بعض وياخدوا حس بعض. وهو واحدة تغسل والتانية تندب ويبقى آخر مزيكا. تبقوا تشرفونا في الفرح، ما تأخروش. طبعا طبعا، احنا متشكرين قوي على كرم أخلاقك يا شكلية هنا.
يا عريس. الله يبارك فيك. ايه في حياتك؟ قلت لا يعني لا؟ وانا قلت اه بعد اذنك يعني يا بيه. يا بنت هبله ولا عبيطه؟ يا جماعه دي حياتها انا حره فيها. الله تضحك عليها نبيله، ده وقت ضحك وهزار. اصل الجمله دي قلتها من 10 سنين لعمتي. نعم، ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بتقارنيني بخشبه؟ طبعا لا. انت ندمانه يا نبيله؟ انا لو رجع بيا العمر 10 سنين لورا هختارك انت برضه. حبيبتي انت اصيله. الله الله، يا عيني على الرومانسيات. خلاص يا هوايد، الموضوع انتهى. بقى الدكتوره هوايده تتجوز صبي تربي. وماله صبي التربي؟ مش هو ولا حمينه؟ ما فكرتش يا قديم لو رفضت خشبه هنبقى في الشارع؟ ماما بصي يا ماما، ايه اللي في ايدك ده؟ ايه يا ماما؟ ما فيش جمجمه. ارمي الزبده اللي في ايدك دي. يا الله اللي هنا، يا ساتر. عايز ايه انت كمان؟ هدوء، فهمك عليا شويه يا باشمهندس. النصيبه المره دي شركه. قصدك ايه؟ اصلي يا سيدي النهارده جالي اعلان من التنظيم بالاخلى من كل المدافع. تنظيم ايه؟ انا عارف بقى تنظيم ولا بلديه؟ اصلهم عايزين ابن كوبري علم. معقوله؟ معقوله اللي بيحصل لنا ده؟ معقوله؟ انا مش قادر افهم، هيودوا الميتين دول كلهم فين؟ الاول هيودوا العايشين دول كلهم فين؟ لا بقى، انا لا يمكن هسكت على كده. كما المحكمه برفض الدعوه المقامه من السيد احمد محمود بشير ضد رئيس المجلس المحلي والخاصة بإقامة الكوبري العلوي موضوع الدعوة وإلزام المدعي بالمصاريف. أدي حال الدنيا اللي عيشها ما تشوف. ما إنها سيد بيها عمرها ما هتاخد حكم بالطلاق طول ما أنا عايش. وأنت مش مرتاحش يا متر، بعدين أنا فقنا ولاد الحرام. القضية دي خربت بيتي، 10 سنين وأنا بلف فيها المحاكم، لما بقيت على الحديدة. ده ظلم يا أستاذ، وأثرت في شقتنا أنا وأولادي. هنروح فين؟ ده عنده 6 شهور بيأجروا مبسوطين. ايه ده؟ 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 حاجة غريبة أوي. المحكمة شطرت. انتوا قاعدين عندكم بتعملوا ايه؟ عايزين نرجع. ما تقفل. احنا عايزين أربع حيطان يتقفلوا علينا.